فاضل للأسف هذه موضة حديثة الآن منتشرة في دول الخليج للأسف، عباية مفتوحة. شوف العباية هذه مفتوحة، تلبس البنت عباية مفتوحة، شوفوا لابسة بادي ولابسة بنطلون ضيق بما يسمى الليجنز أو سكيني أو 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 جينز ستريتش. هذا أختي الفاضلة حرام، لا تضحكين على سبحانه وتعالى. كذلك تطلع الشعر، تطليع الشعر وتقط الشيلة ورا كذا أي كلام، هذا حرام لا يجوز شرعا أختي الفاضلة. هاي حجاب الآن منتشر في دول الخليج، الله يهديكم يا بنات، هذا حرام. كذلك من الحجابات المنتشرة في هذا الزمن، شوفوا البنت هذه لابسة نقاب ولابسة أسود فأسود، لكن للأسف لابسة عباية مخصرة. شوف شلون الخصر يبين، وللأسف كذلك مفاتنها تبين، والعباية شوي قصيرها جزء من سيقانها تبين. لابد أن البنت تلبس عباية طويلة حتى يغطي كامل الرجل، والآن طالعة موضة الخلخال، يرفعون العباية لأجل أن الخلخال يبين، وهذا حرام خواتي الفاضلات. للأسف كذلك هذه أيضا نوع من أنواع العبايات المنتشرة، العباية اللي يكون فيها حزام، تربط البنت حزام وتضك على الحزام، ليش؟ عشان الخصر يبين، حرام اختي الفاضلة لا يجوز. وكذلك تربط على الحزام لأجل أن الخلفية تبين، وتخلي العباية مفتوحة لأجل أن الليجنز يبين. وأحيانا بعض البنات الآن للأسف موضة البرمودة، تلبس برمودة يعني شوية برمودة، اسمحوا لي يعني تسميتها أنا ما أعرفها، حتى سيقانة هذه كلها تبين، حرام اختي الفاضلة. وتقولين في النهاية انا محجبة، لا والله هذا مش حجاب ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك من الاشياء والموضات المنتشرة هذه، تلاقون واحدة منقبة لابسة نقاب طبيعي، ولكن ايش كاشفة عيونها، حاطة رموش تركيب، حاطة شدو، حاطة بما يسمى المسكرة او المسخرة، وتسوي خط كحل كبير وتفتن الناس بعيونها اختي الفاضلة. حتى لو انت تلبسين نقاب لكن لا تفتني الناس بعيونك، لان هذا حرام ولا يجوز. كذلك من الموضات المنتشره عندنا للاسف، شوفوا اخواني الافاضل او خواتي الفاضلات، للاسف في بعض الدول العربيه منتشر عندهم، لما تكلمك تقول لك والله مثلا ابي اتزوج، زين انت محجبه؟ يا انا محجبه، هذا حجاب؟ لا والله هذا مش حجاب. شوف شلون هي صح لافه شعرها كامل وما في اي خصله طالعه ولا القدره طالعه، ولكن حاطه فل